شكل مواليدك؟ ما اقول. 96. كم عملية تجميل مسوية؟ ولا واحدة بعدني. ولا واحدة؟ بس ان شاء الله ناوية اسوي. شنو؟ خشمي. اوكي رغم حلو هو. كم اخ واخت عندك؟ نكست. ما في نكست. ما حارد. انا اسئله ثانيه بس لا ما احب، يعني احب تفاصيل اهلي يبقى لهم. اوكي. عندك اكاديميه للتايكواندو، كم مشترك او مشتركه بيها دربتي؟ كان عندي سديتها لان كان بعيده عظميه. مسير بيتنا. كان عندي الحمد لله حلو 50 نفر. حلو. كان عندي لا الحمد لله. زين، كم اصابه تعرضتي خلال القتالات او الكاتات؟ شد عضلي وتمزقات هوايه لحد اليوم، اليوم تمزق عندي. بحس انه مدعى ارفع رجلي اتعبى، بس كسر بس مره واحده انكسرت رجلي، بس ما اقول وين، اللي هاليوم قاعد تاذيني واقل طخه شيء انه تتعرض لها. اسمها حاج ما راح احكي. والله تضحك انت في القتال يعني. اي لهاليوم انه بحس انه بوقتها يعني هو اذاني هالموضوع، بقيت شهرين ما اقدر امشي على رجلي. زين، كم مره بكيتي من قلبك؟ من كل قلبك بكيتي؟ قليل ابكي، مو انسان ابكي هوايه، نادرا ما الناس يشوفون دمعي، يعني اذا حشف دمعي يعني لازم يكون هواي يعني مرتاح احبه حتى اراوي دموعي. اكو رجل بتشاج؟ رجل بتشاني؟ لا. بس جدي بتشاني كرجل نحسب. لا انا قصدي الحب يبكي مرات. لا ما يبكي، يمكن اذا تبكي تبكي على انه انت خطأت بحق نفسك. ما احترمت نفسك، طت مكان الشخص، يس، هاي يمكن اللي يخليك تبكي، بس تبكي عمود شخص؟ لا، مستحيل، يمكن تبكي على انسان ما عنده او حاله انسانيه، دموعك تنزل، هاي واحد، بس ما انه لا.